بهذا الفيديو راح تحضروا ظاهرة منتشرة بشكل كبير بأمريكا، والعالم عم تتحول لوحوش وزومبي بالشارع. هذا الحكي مو مزح، والصورة والعنوان مو كليك بيت. هذا الشيء عم يصير حرفيا بأمريكا. الوضع عم يصير خارج عن السيطرة، والديلرز والمتعاطين عم ياخذوا السرنجات بالشارع وبالنهار. يعني الله يرحم ايام بريكن باد. يا ترى شو عم يصير لهدول الناس يلي عم تشوفوهم هلا؟ وليش هيك عم يصير؟ وليش هيك واقفين بنص الشارع بالنهار من دون اي تدخل من السلطات بأمريكا؟ الناس عم تمشي وعم تتصرف بطريقة غريبة جدا. رح خبركم شو عم يصير وشو السبب. بس قبل ما نبلش، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. هاي الظاهرة منتشرة بشكل كبير بمدينة فيلادلفيا الأمريكية. في أكثر من فيديو مصور للشوارع لهي المدينة. مظهر مرعب حرفيا من كمية الناس يلي ما بعرف شو ممكن توصفوها. نص ميتة أو أموات عم تتحرك أو زومبيز. هاد بيرجع لانتشار نوع جديد من المخدرات بين الناس يلي بتتعاطى مخدرات. هذا المخدر بيحتوي على مواد خطيرة جدا وغير قادرين يسيطروا على الناس يلي بتتعاطاها. والمشكلة الكبيرة انه هذا النوع من المخدر بلش ينتشر بأماكن ومدن تانية. مؤخرا لاحظوا هذا النوع منتشر بسان فرانسيسكو ولوس انجلوس ونيويورك سيتي. في تقارير تانية بتقول انه منتشر بكل مدن امريكا وعم يقتل الناس بشكل كبير. بس هذا النوع من المخدرات قبل ما يقتلهم عم يحولهم للزومبي. الناس يلي عم يتعاطوا هذا النوع من المخدرات جلدهم ولحمهم عم يتاكل ويهتري وهن عايشين. والمدمن على هاي المخدرات عم يفقد السيطرة على جسمه بالكامل، وعم يوصلوا لمرحلة عم يفقدوا اطرافهم من دون ما يحسوا فيها. هذا العقار يلي عم نحكي عنه اسمه ترانك. ترانك هو مزيج لنوعين من المخدرات القوية جدا واللي هن الزيلازين والفنتانيل. الزيلازيل تم اكتشافه أول مرة عام 1962 واستخدموه كنوع من المخدر والمهدئ للأحصنة والأبقار. يعني استخدامه للحيوانات لحجم كبير إجمالا لأنه تأثيره قوي جدا. وهذا المخدر بيعمل على تبطيء الجهاز العصبي المركزي. ولكن هل المتعاطين والمدمنين بلشوا يستخدموه على حالهم بشكل سيء كنوع جديد من المخدرات، وعم يحول المدمنين على هذا النوع من العقاقير لجثث متحركة؟ الزيلازين عم يخلطوه مع نوع مخدر تاني واللي عم يخليه يصير أسوأ، وهو الفنتانيل. الفنتانيل اكتشفوه وتم تطويره أول مرة عام 1959 من قبل شركة يانسن البلجيكية. هذا المخدر من نوع المخدر الأفيونية القوية المسببة للإدمان. بيتم استخدامه بالعمليات الجراحية لتسكين الآلام المرضى خلال عمليات الجراحية، وحتى لتسكين الآلام بعد عمليات الجراحية. فمتخيلين قديش تأثيره قوي؟ واحد من هدول العقاقير جرعة عالية منه ممكن تسبب الوفاة، فما بالكم إذا تم استخدامه مع بعض. متعاطين بلشوا يلجأوا يستخدموا هذا النوع كنوع بديل للهيروين. هدول النوعين من المخدرات عم ينباعوا بشوارع أمريكا بكم دولار من دون أي تدخل أو رقابة أو مكافحة. هذا النوع من المخدرات منتشر بكثرة بالشوارع وعم يحول الناس لجثث متحركة بشكل متزايد. الفنتانيل بحد ذاته يعتبر عقار خطير جدا. بسبب هذا العقار عم يموت شخص واحد كل 7 دقائق. يعني هلا لنهاية هذا الفيديو رح يكون في حدا مات بسبب هذا العقار. بأمريكا لحالها مات أكثر من 100,000 شخص بسنة 2021 بسبب جرعات مخدرات زايدة. ولسه ما بنعرف قديش عدد هدول الزومبي رح يزيد بالشوارع قبل السلطات ما تقوم بأي إجراء ضده. لا شك بعد أزمة كورونا وتداعياتها الوضع الاقتصادي بأمريكا كل ما نوع عم يتدهور. في كتير ناس خسرت شغلها ومصادر دخلها، وحولت كتير ناس لمتسولين وعاطلين عن العمل. إذا سبق وزرتوا أمريكا أو بتعرفوا حدا راح على أمريكا، أكيد إلا وما خبركن عن كمية المتسولين والناس من دون مأوى ويلي يطلق عليهم الهوملس. الأعداد كبيرة كتير ويوم عن يوم عم يكتروا لأسباب كتيرة. والمشكلة الناس يلي هنيك تعودت على هذا الشيء وتعودت على هاي الحالة، وصار عندهم عادي يشوفوا الناس مرمية بالشارع وميتة، أو يشوفوا أطراف أشخاص بالشارع أو مبتورة، لأن هاد عم يصير بشكل يومي. الناس يلي عم تراقب هاي الحالة عم يحسوا بالاستياء، لأن عم يشوفوا الناس عم تهتم بالزومبي بالأفلام الخيالية والألعاب الفيديو جيم، بس لما عم يصير هذا الشيء على أرض الواقع مع بشر حقيقيين ما حدا عم يهتم بالموضوع. والناس مقسومين لفئتين. ناس عم تلوم الحكومة ليش ما عم يتبعوا أي إجراء حتى يضبطوا هاي الحالة، وناس عم تلوم شركات الأدوية يلي بالأساس اخترعت هاي العقاقير والأشخاص يلي عم صنعوه بطريقة غير قانونية ويوزعوه بالشارع. لكن شركات الأدوية بالأساس صنعت هاي العقاقير لغرض طبي، بس المشكلة الأساسية من تجار البشر. والناس يلي لسه فيها وعي شوي بلش تفكر بمستقبل أولادها، لأن هاد مو المكان المناسب حتى الأطفال يشوفوه
مثل هيك مناظر بالشوارع ويتعودوا وينشأوا عليه. هي إذا ما صاروا حدا منهم. إذا ما تم حل هاي المشكلة من جذورها، ممكن ينتشر هذا النوع من العقاقير برات أمريكا ويصير يهدد أي مكان فيها نسبة تعاطي كمان. أنتوا اكتبوا لي شو رأيكم عن هاي الظاهرة بالكومنتات ولوين ممكن توصل. وهذا كان كل شيء لفيديو اليوم. في حال استفدتم من الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. يلا بشوفكم فيديو جديد. سلام.